حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، يلا مع بعض نشوف إجابة محافظة دمياط امتحنت النهاردة. لو أنت دخلت على قوائم التشغيل في قناتي مستر ناصر الرشدي هتلاقي يلا راجع الصف الثالث الإعدادي ترم تاني، هتلاقي امتحان دمياط هو الموجود في المراجعات. لو أنت لسه ما امتحنتش ادخل على قوائم التشغيل مراجعات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وركز عليهم كويس، هتلاقي كل سؤال بالتفصيل إزاي تحله. السؤال الأول عندنا محادثة، اتفقنا قبل كده لازم أقرأ الموقف الأول، الجملة الموجودة مدام جايب لي جملة يبقى فيه إجابة سؤال، هقرأ المحادثة كلها وهشوف هبدأ أحل إزاي. عمر is at a shop that sells cameras. He wants to buy one for his brother. عرفنا الموقف انه عمر موجود دلوقتي في محل بيبيع كاميرات. طب هو عايز ايه عمر؟ هو يريد ان يشتري واحدة لاخوه. assistant can I help you؟ اتفقنا قبل كده قلنا لما واحد يقول لك can I help you على طول تقول له of course I want to buy. طب هو جايب لها لك في الموقف I want to buy a camera. صح I want to buy a new camera for my brother. صح I want a camera. صح إجابات كتيرة صحيحة. We have good one. This one is very awesome. عندنا حاجات كتيرة جيدة، دي رائعة. It's only 2500 pounds. pounds اتفقنا لما نلاقي كلمة pounds فلوس هسأل عن التكلفة، عن السعر بتاعها، عن ثمنها. هسأل ازاي؟ How much is it؟ صح. طب إجابة تانية How much does it cost؟ صح. إجابة تالتة What price is that camera؟ صح. إجابة رابعة What is the price of that camera؟ صح. عمرو استغرب طبعا قال Oh it's too expensive، غالية جدا. بس هو عايز يشتري واحدة، واحد قال له غالية جدا يبقى أكيد عايز واحدة أرخص. Do you have a cheaper one؟ Do you have a cheaper camera؟ إجابات صحيحة. That one isn't expensive. It costs 1,350 pounds. Okay, I will buy it. صح. I'll take it. صح. ممكن نقول له thank you. I'll take it. صح. إجابات كتيرة خالص خالص صحيح. السؤال الثاني. Situations. You would like to ask a teacher when he or she started working at school. انت تحب او تود ان تسأل مدرسك عن امتى بدأ العمل في المدرسة. اتفقنا في ازاي اجاوب الموقف في جوكر عندي. ممكن اقول له ايه؟ Could you please tell me؟ وزي ما هو موجود في الموقف احفظها. لما يقول لك you ask انت بتسأل، شغل الجوكر اللي في ايديك. Could you please tell me when you started working at the school. طب واحد تاني يقول لي ممكن اسأل سؤال واقول يا مستر when did you start working at school. صح. واحد تاني ممكن يقول لي ايه what year did you start working at school. صح. اجابات كتيرة قوي قوي. تمام. Number two. You need to borrow your friend's laptop. أنت تحتاج أن تستعير اللابتوب بتاع مين؟ صديقك. ممكن تقول له Can I borrow your laptop please? Borrow يستعير. طب واحد تاني ممكن يقول Can you lend me your laptop? Can you lend me your laptop? ما احنا خدنا borrow يعني يستعير، لكن lend يعير. إجابات صحيحة. Number three. Your classmate is trying to persuade you to go to the club. مش مشكلة، زميلك يحاول أن يقنعك أنك تذهب إلى النادي. بس ركز في you. قلنا جوكر بتاع اللي يرجع تاني للفيديو بتاع السيتويشن، هتلاقي في جوكر كتير زي كده. قلنا لما تلاقي كلمة you حولها إلى I يا حبيبي، تبقى I refuse. بس لو أنت more polite مؤدب شوية هتقول له ايه sorry I am busy sorry I can't I am busy I am really not interested مش مهتم I am not keen on
مش متحمس. I am not fond of، مش مغرم بي. إجابات كثيرة للموقف. سبسكرايب ناو، اشترك في القناة الآن. سؤال ثالث، باسج القطعة، اتفقنا نعمل ايه في القطعة؟ هنقرأ الأسئلة الأول. هنعمل ايه يا مستر؟ نقرأ القطعة؟ لا يا حبيبي، ما تضيعش وقتك، اقرأ الأسئلة، ترجم السؤال، افهم السؤال، لما تيجي تقرأ القطعة حط خط تحت الإجابة. Number one، how many kinds of addiction mentioned in the passage؟ يعني ايه الكلام ده؟ كم عدد أنواع الإدمان اللي ذكرت في القطعة؟ الإدمان كتير، أنواعه كتير، ماليش دعوة، ما ألفش يا حبيبي، أنا ليا قطعة مرتبط بيها. انسى اللي في دماغك خالص، أي حاجة في دماغك بعيدها بعيد عن الامتحان، ركز موجود إيه في القطعة، ما تجاوبش من دماغك. Number two، what is addiction؟ هو إيه الأدكشن؟ إيه التعريف؟ أكيد موجود في القطعة، لازم تعرف كويس. What is the first step in breaking addiction؟ ايه الخطوة الاولى ان انا اوقف الادمان؟ Number four، the underlined word it refers to a، it دي عايدة على ايه؟ ما هو الضمائر ليها حاجة مهمة جدا، استخدام، تعيد على اسماء قبل كده ذكرت في القطعة. Number four، addiction to social networking site is a kind of a، نوع من أنواع القطع قدامك أهو. اقرأ القطع مع بعض. Addiction is a disease that affects your brain and your behavior. إيه ده؟ ده كان سؤال number two. أحط خط تحتيه وأكتب two كده، أنا خلصت من السؤال. Scientists say that there are two ways that people can become addicted to something. Two ways. Two ways. دي كانت السؤال الأول، كم عدد الطرق؟ كده أنا جاوبت سؤالين ولسه ما كملتش القطعة. A physical addiction is when your body thinks that it needs something. إيه ده؟ إيه التعيد علي؟ أترجم الجملة بقى لقبلها. الإدمان البدني عندما جسمك يعتقد أنه يحتاج لشيء ما. من هو اللي بيحتاج؟ إت من هو؟ جسمك ولا الإدمان؟ أكيد جسمك. يبقى إيه الإجابة؟ Your body. كده جاوبت على ثلاث أسئلة وأنا لسه ما كملتش قراية القطعة. For example, you may think that you must have a cigarette to wake up in the morning. تحتاج إنك تحتاج تاخد سيجارة عشان تفوق في الصباح، ده إدمان. There's also psychological addiction. في إدمان نفسي. إذا when this is when you think that you need something to feel okay، تشعر إنك أنت محتاج حاجة، محتاج تعمل إيه حاجة. For example, some people are addicted to social networking sites. بعض من الناس مدمنة للمواقع التواصل الاجتماعي. أصحى الصبح أشوف كم واحد بص على الحالة بتاعي، ده إدمان نفسي. The first step in breaking addiction is realizing that you control your own behavior. أول طريقة إنك تتوقف عن الإدمان إنك تعمل إيه يا شباب؟ تتحكم في سلوكك الشخصي. إيه ده؟ كانت إجابة يا مستر نمبر 3 صح يا شباب، وإنت نسيت يا مستر نمبر 5 كانت موجودة فوق. كده أنا جاوبت على الامتحان كله من غير ما أكمل، من غير ما أكمل إيه يا شباب؟ قراية. طب لو أنا ناسي الكلمات، لو أنا مش حافظ أي حاجة، شوف الموجود في السؤال وابحث عليه في الجملة، في القطعة سوري، شوف الموجود في السؤال وابحث عليه فين؟ فين يا شباب؟ في القطعة، يعني مكتوب kinds of addiction، kinds يعني ways، يعني هي موجودة فوق two ways. What is addiction؟ موجود أول جملة addiction is، يبقى تاخد الجملة كلها، ما تبقاش بخيل، اكتب الجملة كلها. يعني ايه الجملة كلها يا مستر؟ يعني اللي بتبدأ بكابيتال وبتنتهي بفول ستوب. ما تنساش، ما تبقاش بخيل، بخيل اكتب الإجابة كاملة، ما تكتبش كلمتين وتخلص، ما عندكش حاجة، اكتب الإجابة كاملة. خش على السؤال الرابع بعد كده. القصة
ليدي سمايث. مين ليدي سمايث؟ لايكت ذا ليتست فاشن طبعا. ليتر اي فليتشر. فليتشر الحرامي، انا بسميه كده يا شباب، حرامي. عمل ايه فليتشر ده؟ was accused of stealing the horse food، متهم بسرقة طعام بلاك بيوتي، طعام الحصان طبعا. بلاك بيوتي حبيبنا بلاك بيوتي، was taken to a market for horses، أخذ لسوق في اليمين للأحصنة. يورك ده مين ده شباب؟ يورك was Earl Smythe's helper. تمام. He was angry. فاكرين كان غضبان because the lady used the latest fashion. Yes. سؤال نقدي بعد كده. Do you think that Ginger was right to start to kick again? Why or why not? Ginger، هل تعتقد ان هي على حق انها تبدأ ترك المرة تانية؟ في اجابتين، كل واحد يعبر عن رأيه. Yes. Because the reins were not comfortable. الألجمة ما كانتش مريحة. They hurt here. So she had to kick again. مضطرة أنها ترفس مرة تانية. She wanted to express her anger. عايزة تعبر عن غضبها. واحد تاني يقول لي No. Because she should have worked hard like Black Beauty. واحد تاني يقول لي لا، ده المفروض لازم تشتغل كويس زي بلاك بيوتي، هي حصان. سؤال تاني يا شباب. Why do you think that Skinner made بلاك بيوتي work hard؟ ليه تعتقد ان سكينر خلى بلاك بيوتي يشتغل اكثر من المطلوب؟ اجابات كتيرة. I think because he was a poor taxi driver. He wanted to get enough money to live. هو فقير وعايز فلوس كتيرة. ممكن أقول إجابة تانية. Because he was greedy. هي greedy. جشع. He wanted a lot of money. Without giving a black beauty any breakfast. إجابات كتيرة خالص. قدام. السؤال الخامس. ما تنساش سبسكرايب الآن. فعل الجرس علشان تلاقي المحافظات اللي جاية بعد كده. You should snorkeling in Hurghada. Try to جرب رياضة الغوص. The showed us how to dive underwater. مين اللي بيبين لك كيف تغوص تحت الماء؟ Instructor المدرب. It's hot today. الجو حر جدا. It must be about 40 degrees. درجة الحرارة 40. كان حاسس بينا وضع الامتحان. My uncle is the space of the factory. He gives instructions to workers. Manager المدير. Space people want more than they deserve. في ناس تريد أن تأخذ أكثر مما تستحق. لسه قايلينهم زي سكينر جريدي. When you hold a tent، لما تيجي تنصب خيمة محتاج إيه؟ بول، عمدة. برافو. ريرايت. أول حاجة يا شباب في السؤال الجميل ده، أقرأ الجملة وأفهم المعنى. أقرأ الجملة وأفهم المعنى. You must stop smoking. You must stop smoking. يجب أن تتوقف عن التدخين. مين اللي قال الكلام ده؟ The doctor said to Ali. عايز advised. الدكتور بينصح علي يعمل إيه؟ يبقى the doctor advised علي to A. Stop smoking. المعنى أنه يتوقف عن إيه؟ التدخين. Okay, number two. I bought an old car, but I regret it. أنا بندم إن أنا اشتريت عربية. بس العربية دي قديمة. يا ليتني ما اشتريت هذه العربية. هقولها إزاي؟
I shouldn't have bought an old car. تاني I shouldn't have bought an old car. قلنا في لعبة جميلة لو شفنا bought أو أي فعل ماضي ومطلوب shouldn't يبقى shouldn't have past participle. أي فعل ماضي ومكتوب must يبقى must have past participle. أي فعل ماضي ومكتوب ومطلوب منك تستخدم might يبقى might have past participle. ما تنساش يا حبيبي. Number three, أسماء has made a cake for the family party. عايز منك a cake. ده عبارة عن passive subject. أسماء حط خط أول. حدد واكتب number one subject. Has made صنعت a cake for the family party. For the family A party. طب هعمل إيه شبابي حلوين؟ هبدأ بالأوبجكت. طب فين الأوبجكت؟ أكيك مفرد ولا جمع؟ مفرد يبقى has. ده بس يبقى has been إيه؟ has been made for the family party. واحدة تاني أو واحد تاني ممكن يقول لي أكيك has made by أسماء صح for the family إيه party. آخر سؤال في الامتحان. write a paragraph of about 110 words عن ايه؟ A visit to the Red Sea. اول موضوع كتبناه ازاي اكتب 100 أو 110 كلمة موجود عندكم في قوائم التشغيل دلوقتي. ازاي تعرف تكتب بالظبط موجود عندك. ده موضوع شرحناه بالتفصيل بس كان أتربت وألكساندريا. هو غير بس المكان. اكتب جملة بسيطة subject verb object. اسأل نفسك مجموعة من الأسئلة. أول سؤال where did you go؟ يبقى تقول له I went to واسم المكان. سؤال تاني when did you go there؟ متى ذهبت؟ سؤال تالت how did you go there؟ كيف ذهبت؟ سؤال رابع who did you go with؟ مع من ذهبت؟ سؤال خامس how long did the journey take أو did the trip take؟ الرحلة خدت منك قد إيه؟ سؤال تاني what activities did you do there؟ إيه الأنشطة اللي ممكن تستخدمها هناك؟ موجود عندنا هو مشكورة في صفحة اسمها موجود عندنا هو حجاب عفتي هي اللي نشرة الإجابات النموذجية مشكورة ليها طبعا. أشكركم. See you soon في محافظة تانية. ما تنساش سبسكرايب. Goodbye.